رحمة الله. إخواني أخواتي المتتبعين لقناة أم لك، اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نتقاسم معكم الطريقة اللي كنحضر بها الرز. تجي طريقة مفركة وما تيجيش معجن، بالنسبة للناس اللي بغيو يستعملوه في السلطات ولا كمرافق للطبق الرئيسي. إذا بالنسبة للرز هنا عندنا بزاف الأنواع، أنا كنفضل هذا الرز هذا البسماتي، تنشريه من المحلات العربية، وكاين هذا كارولينا خلاص راه مشهور. إذا بالنسبة للطريقة، الطريقة راها سهلة. إذا كناخذوا الرز ديالنا وكنديروه في واحد الإناء اللي تيكون ناشف ما فيهش الماء. إذا يمكن لكم تغسلوه وتخليوه حتى ينشف مباشرة، لحقاش هذا هنا راه تيتباع نقي مصفي. إذا كنديروله معلقة ديال الزيت ولا معلقة الزبدة اللي بغيتو، المهم أنا كنفضل الزيت ديال الزيتون هي باش كنطيب. إذا كنديرو معلقة، كنديروله معلقة وتنبقاو تنحركوه فيه حتى تيتبدل اللون ديالو. إذا كنستعملو واحد الملقة خشبية وكنبقاو كنحركوه كامل حتى تدخل له ديك الزيت، تدخل الحبيبات ديالو كاملين، وكنبقاو كنحمركوه فيه، كنحركوه فيه بحال بحال اللي تيتحمر التحميرة، ولكن ما تيتغيرش اللون ديالو. إذا مجرد ما تيتغير اللون ديالو أنا غادي نوريكم بعد قليل، كنزيدو له غلاف ديال الما مغلي اللي كيغطيه تماما، وكنديرو له شوية الملحة وشوية ديال البزار وشوية ديال الثومة حبوب ولا يعني مطحونة ولا صحيحة. إذا هانتوما غادي نوريكم بعد قليل كيف غادي يولي اللون ديالو. إذا هانتوما شتو كيتغير اللون ديالو. إذا ديك الزيت كتدخلو لفوسط الحبيبات، إذا كنبقاو كنحمروه حتى يشرب ديك الزيت. إذا أخواتي هانتوما تشوفو اللون ديالو بدا تيتغير. إذا هاد الطريقة الميزة ديالنا أننا كنحمروه وفاش كيتسلق ما تيتحلش، يعني وحتى هاد الطريقة هادي ما كنحتاجوش بأننا نصفيوه. أنا غنوريكم الطريقة. إذا هانتوما تتشوفوها هو دابا صافي تحمر تقريبا. إذا غادي نضيف عليه الماء غليان، الماء خصو يكون مغلي، ثم غادي تشوفوا كيفاش غادي يدير يتفاعل مع الماء. إذا دابا غادي نضيفوا له شويه ديال الثوم، عندي هنايا الثوم مطقوق، تنضيف راس ديال المرقة وحبيبات ديال الإبزار وطبعا الملح على حسب الذوق. إذا كنحركوه. إذا بالنسبة للمقادير ديال الماء، كل كاس كنديرو له جوج كيسان ديال الماء، كل كاس ديال الرز بجوج كيسان ديال الماء. إذا أنا هنا عندي تقريبا ثلاثة ديال الكيسان، إذا عندي ستة الكيسان ديال الماء. إذا صافي غادي نغطيو عليه. بالنسبة لهذا الرز اللي كنستعمل أنا تياخد مني 15 دقيقة، هانتوما غادي نوريكم بعد قليل. تقريبا تتكمل ربع ساعة تقريبا فاش كنوصلو لواحد 10 ديال الدقايق، كنحلو عليه كنشوفو هانتوما داك الماء ديالو راه تقريبا تقدم مع الرز، المستوى ديال الماء تقدم مع الرز. إذا في هاد اللحظة غادي نقصو على البوطا، غادي نقصو من المستوى ديال العافية اللي كنا خدامين بها في الأول، باش يلاه كيشربو وكيجي نيشان هو هداك، تيجي طايب، ما كنحتاجو لا نزيدو الماء ولا نصفيوه. إذا هانتوما تتشوفو تيبقى تيبانو دوك التقيبات في بين الجنبات ديالو، إذا هنا راه قرب يطيب، كنقصو صافي حتى تيختفي داك الماء تماما، مجرد ما تتكمل ربع ساعة كنطفيو عليه. إذا هنا بمجرد ما تتكمل ربع ساعة كنطفيو العافية ديالنا وكنحلو عليه وكنرميو عليه شي طريف نتاع الثوب باش تيمتص داك البخار اللي باقي في وسط منه، باش ما تيجيناش معجن. مجرد ما تيبرد صافي تنقدمو بالصحة والعافية إن شاء الله. النهائي ديال الرز ديالنا نتوما تتشوفو كتيجيو الحبيبات ديالو مفركين، ما تيجي لا معجن لا ملصق لا والو. إذا يمكن لكم تقدموه مع السلطات ولا كطبق رئيسي، مع الطبق الرئيسي مع اللحم مع الدجاج مع السمك، إذا تيجي رائع. إذا هذه النصيحة هذه الطريقة تنصحكم بها، صدقوني هذه هي الطريقة الأمثل باش تقدموا رز مفرك ويمكن له يبقى في الثلاجة ما تيتعجن ما تيخسر ما تيتغلو والو. وغير الإشارة فهذه هي الطريقة اللي تعتمدوا أغلب المطاعم، داكشي باش كنشوفوا الرز ديالهم كيجي مختلف على الرز نتاع الدار. إذا كانت هذه هي الوصفة اليوم، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تجربوها وما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم كما العادة، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.